زود ابو بوتاسيوم كالسيوم عكسو. انا قلت اتكلم معي كويس يا اخي. كالسيوم عكسو شنو تقول لي؟ انت اسمك منو؟ علي. انا اسمي بهاء الدين. علي عكسي بهاء الدين. طب انا بتكلم كويس يا اخي. علي عالي يعني عكسو شنو؟ كالسيوم عكسو شنو؟ لخبطتك زياده. كالسيوم عكسو شنو؟ في المستشفى صوديوم. يا اخي ما قلنا لك يا اخي ما في واحد عكس الثاني. ما في اسم عكس ما في واحد عكس الثاني. ايوه ننقصه. تمام ننقصه. قال لك يا ننقصه بشنو؟ في بايوكيمستري بالكالسيوم تشانيل بلوكرز اور ذا كالسيوم انتاغونست. مش عندكم في البايوكيمستري بيقول لك لازم يخش كالسيوم جوا عشان ما يحصل هنا شنو؟ ها عشان ما يحصل الكونتراكشن. هيخش عن طريق الكالسيوم. هيخش كيف الكالسيوم ده؟ هيجي بالجا بشنو؟ بالشرج. اعمل الكالسيوم دي شنو؟ ها اسكرها عكسها ولا ما عكسها؟ عكسها عكسها. ها عكسها. طيب كالسيوم انتاغونست يبقى اي شيء من هنا. كالسيوم انتاغونست. في اللي بعده الكلي. ها سيدوسيس هينقصها. شو السؤال اللي بيطرح نفسه؟ كيف؟ نعم في زول عارف هذا. ها هذا شنو؟ كيف الاسيدوسيس حينقص لي الفرصه في كونتراكشن؟ وانتم ما سالتوني قلت لي كيف الالكولوزيس بيزيد الفرصه في كونتراكشن، لكن هنا سالتوني ما عارف ليه ذاته ما فاهم انا ذاته الحاصل شنو. ها تعامل معاكم صعب جدا. ها يعني انت قلت لي ليه؟ طيب ليه في الالكولوجيز ما سالته؟ ليه في الالكولوجيز ما سالته؟ ولا انت ما سالته لا هنا ولا هناك مش كده؟ Very interesting point. ها اقرا عنها. فيها الفيزيولوجي جميل جدا. ها لكن عشان ما نضيع فيها الوقت حسي الان خليها كويس؟ طيب يبقى حاخذ هنا الكلي اخذ بدل ايش هنا؟ سيدوسيس. تمبريتشر كان هاي تمبريتشر هناك وقلت شنو؟ ها كول تمبريتشر. ها ايوه يا اخي كول تمبريتشر. ما هي مكتوبه قدامها ما سامعها. ها كول تمبريتشر. انا سيدي الكتاب يا اخي. خلاص طيب ثاني ذيس از ذا هارت. هنا ولا هنا؟ This is the heart. شنو ممكن ينقص بس بمجرد النظر كده؟ ينقص لك الفرصة في كونتراكشن بتاعته. يزيد لك الانسستوليك فوليوم. ما هي زي دي هنا كده. احنا قلنا دي نقصان في الانسستوليك فوليوم هناك زيادة. هنا زيادة في الفورس اوف كونتراكشن هناك معناتها شنو؟ ها؟ نقصان نيجاتيف انوتروبيك افكت. شنو الحاجة بس بمجرد النظر كده ممكن تعمل لك الحكاية دي؟ بس بمجرد النظر كده. كمون ها ها حجم بتاع شنو؟ ما بطل. كيف يعني؟ انت قلبك صغير ولا كبير انت؟ يعني حسب حجم القلب يعني. يعني انت قلبك انت ما انت ما شاء الله يعني طويل شايفك. ها يعني قلبك انت يعني ها حجم بتاع شنو؟ Which one? How would the force of contraction now will be decreased? ها يس يس سر. حيفهموني في المحاضرة مش كده خلاص. ها ها وينك انت اي؟ عنده مثلا هنا مين حيقدم السيمينار اللي بعد الجاي؟ ناس السيمينار بتاع الهارت فيري خلوه اللي بعده. ايوه مايوكارد انفاكشن ده ممكن يعمل الحكايه دي. لو في مايوكارد انفاكشن معناته شنو؟ انفاكشن معناته شنو؟ انسداد يعني انقفل الكورونا. لا انفاكشن معناته شنو؟ ميت. ومايوكارديا معناته عضله القلب. بالعربي المايوكارد انفاكشن اسمه الموات القلبي. يعني انا الجزء ده ميت مثلا على سبيل المثال.
هيأثر في الفورس اوف كونتراكشن ولا ما هيأثر؟ هينقصها ولا ما هينقصها؟ هيزيد الانسستوليك فوليوم ولا ما هيزيده؟ يبقى اكتب فينا مايوكارد انفاكشن. واضح الكلام؟ انا هشيل معي موبايلين الليله، طبعا عندي موبايل تعبان جدا. شيل لنا واحد راغي شويه كده لمده بتاع شهرين ثلاثه، وبعد ذاك تجيب الحاصل شنو؟ انت ما يلزمك موبايل خلاص، تقنع منه. امشي اشتكي في اي محل ما عندك موبايل. طيب يلا خلي بالك هنا، ده هنا في شنو؟ جبال انت قلت شو؟ الكلمه اللي ما انزل الله بها من سلطان اللي قلتها قبيل ديك. قلت شو انت؟ ما قلت شيء. قلت كيف؟ افتر لو. لا قلت افتر لو. افتر لو تجي هنا. افتر لو يعني شو؟ الان this is the ventricle. This is the aortic valve and this is the aorta. ايش حصل الان؟ بنترك الشغال الدم الجاي رايح مظبوط ما في اي مشاكل، الفالف فتح ما في اي مشاكل، لكن الاورطة فيو هاي بلود بريشر ما هايبرتنشن. يبقى الفنتركل عشان يطلع الدم يمديه قوه ماله، ذات از افتر لود. افتر لود معناته ذا فورس اجينست ويتش ذا فنتركل مست ايجكت ذا بلود. الدينس ريتير ما فيه مشكله، الكونتراكشن بتاع الفنتركل ذاته ماله ما فيه مشكله، الايورتيك فالف ماله ما فيه مشكله، لكن في هايبرتنشن. يبقى لو حصل هنا لما يحصل له ايجكشن الانسيستوليك فوليوم حيكون زايد ولا ما حيكون زايد؟ لانه الكميه بتاعت الدم طالع حيحصل لها هنا شنو؟ ها حتقوم تقل، زي ما عندكم في السيناريو بتاعكم بتاع الهارت فيلير الجاي ده. البيشن عنده بالمونري هايبرتنشن، وين اساس السيمينار؟ واحد منهم ما في؟ ها؟ البيشن عنده بالمونري هايبرتنشن تمام ولا ما تمام؟ يعني البريشر في البالمونري ارتري ماله؟ مرتفع. لما يجي الرايت فنتركل تو كونتراك لازم يزيد القوة بتاعت الضربة بتاعته عشان يقدر يطلع شنو ها؟ وده اللي عمل له اصلا هنا شنو ها؟ الرايت فنتركلر فيلير. والسبب في الزياده بتاعت البريشر في البالمونري ارتري انه فوق هناك في اللنج اصلا في شنو ها؟ في زياده في الريزيستنس في ديزيز. ده حجر الزاويه في الكلام بتاعكم في السيمينار. المشكله في اللنج، المشكله في اللنج، المشكله في اللنج، في اللنج اللي عملت الفنتريك عملت البالمونري هايبرتنشن. عنده بالمونري هايبرتنشن بسبب ديزيز هنا في شنو ها؟ لكن المهم انا حاسس احنا الان في الكلام بتاعنا بصفه عامه كلمة افتر لود معناتها ذا فورس اجينست ويتش ذا فنتركل ماست كونتراكت، القوة اللي لازم الفنتركل يتغلب عليها لأنه في قوة. عشان كده سميناها هنا شنو؟ قبل ذاك سميناها بريلود. سميناها بريلود ليه؟ لأنه الكونتراكشن لسه ما حصل، عشان كده بريلود. ده سميناه افتر لود ليه؟ لأنه المشكلة الآن بعد ما يعمل هنا شنو؟ عشان كده الفنتركل بيمر الزمن لازم يحصل له شنو؟ يتضخم، عشان كده جايب لك الفنتركل هايبرتروفي. عشان كده الفنتركل بتاعه ماله لما نعمل اكس راي بلقى الفنتركل ماله كبير، والبالمونر ارتري ماله از بروميننت. لما نعمل اي سي جي القى فيه فنتركل هنا شنو ها؟ رايت فنتركل هنا شنو ها؟ رايت ما خلاص ما في رايت فنتركل هايبرتروفي. ها؟ الارض ما بتتمطق، ما تعذب نفسك. ها؟ رايت فنتركل هنا شنو ها؟ هايبرتروفي. طوال يا رايد فنتركل هايبرتروفي. واضح الكلام ولا ما واضح؟ سو ذات از افتر لود. يبقى اذا كان في بالمونري، اذا كان في الرايد فنتركل زي ما حصل في الكتاب بتاع السيناريو يكون في بالمونري هنا شنو ها؟ بالمونري هايبرتنشن. لو كان في اللد فنتركل يكون في شنو ها؟ يكون في سيستميك، اللي هو سيستميك هايبرتنشن. او يكون في بالمونري فالف هنا شنو ها؟ استينوسيس. او يكون بينك في عيورتك هنا شنو ها؟ ذات از افتر لود. واضح الكلام؟
الفريق بين الافتر لود والبريلود دكتور تاع الافتر لود واضح الفريق بين الاثنين. الافتر لود عباره عن شنو؟ عباره عن القوه اللي لابد انه الفنتريكل ماله يتغلب عليه عشان يقدر هنا شنو ها؟ ممتاز صوت جاك دبل ذا فورس اجينست ذا فنتريكل هنا شنو ها؟ ماس كونتراكت ذات از افتر لود. يلا تعال في الكتبت لك هنا اول مره كتبت لك نقاط ديفينيشن وميجرمنت وكنترول وبعدين ها فينتريكولر اسسمنت ذا اسسمنت اوف فينتريكولر فانكشن. نختم بهذه الكلام لانه خلاص الهارت فيلر اخوانكم حكلموكم كل موضوع بتاع الهارت فيلر في السيناريو معتمد على هذا الاساس عشان تكونوا متابعين معهم كويس جدا. البيشنت اصلا عنده ديسيز في اللنج والديسيز في اللنج ده ترتب عليه بالمونري هايبرتنشن. اترتب عليه البالمونري هايبرتنشن الان في شنو ها؟ في افتر لود. الافتر لود ايش هيعمل للانسيستوليك فوليوم؟ هيزيد الانسيستوليك فوليوم. ايش هيعمل للستروك فوليوم؟ لما يقلل الستروك فوليوم بيقلل هنا شنو ها؟ الكارديك اوتبوت. عشان كده البيشنت عنده هارت فيلير لكنه رايت فنتريكولر فيلير. لكنه هنا شنو ها؟ لكنه رايت فنتريكولر هنا شنو ها؟ لكنه رايت فنتريكولر فيلير. واضح الكلام؟ ولما يكون الهارت فيلير بسبب ديسيز في اللنج بنسميها في المستشفى كور بالراحه ما تهيك ساكت. لما يكون الهارت فيلير سببه ديسيز في اللنج يوجوالي ان هوسبيتال البيشنت بيجوني بيلف فنتريكولر فيلير. لا في الغالب نعم. احيانا ممكن يجي الهارت فيلير لحاله رايت فنتريكولر فيلير واحيانا بسبب ديسيز في اللنج زي البالمونري هايبرتنشن. لكن في معظم الحالات ات از سكندري تو ليفت فنتريكولر فيلير. حصل له ليفت فنتريكولر فيلير وبعد ذلك حصل له هنا شنو ها؟ ده في الغالب هكذا. في الغالب كونه يجي لحاله نادر جدا. كونه يجي لسبب ديسيز في اللنج وارد زي ما حطيت في السيناريو هنا. لو كان الهارت فيلير بسبب ديسيز في اللنج اسمها في المستشفى كور بالمونيل. سمعت عليها ولا ما سمعت عليها؟ ما سمعت بها ها؟ كور بالمونيل. خلي بالك يا دكتور دي معناها طهار دي معناها طلنك. ديسيز في اللنج عمل هارت فيلير طوالي. اذا نقول رايت فنتريكولر فيلير بيكوز اوف بالمونري هايبرتنشن بنقول كور بالمونري في اشاره على انه الرايت فنتريكولر فيلير سببه شنو ها؟ ديسيز ان ذا لنج. خلاص متفق عليه وهذا الكلام. ها؟ انت حتقول رايت فنتريكولر فيلير بيكوز اوف ديسيز ان ذا لنج وش از ان كلينيكال براكتس نون از كور بالمونري. دي الفكره ده المبدا الاساسي اللي حصل بيه البيشنت هارت فيلير. الكلام كله دارس هذا الموضوع. ترى بعدك اي حاجه تحصل حاصل اي كلام حتقوله قاعد هنا بس تكون فاهم انت الحاصل شنو. طيب الان عاوز اعمل اسسمنت للفنتريكولر فانكشن. عنوان ده معناه شنو بالعربي؟ ايوه تقييم. يعني شنو بالعربي الداري بالعاميه؟ وظيفه وظيفه دي بالداري يا اخي عليك الله وظيفه داري يا حسن. اداء القلب اداء ده داري برضه. قلت لغتك راغيه جدا يعني هل تقدر تقول داري لغه كده؟ ها يعني انا عاوز اتاكد انه الفنتريكل ده شغال مظبوط ولا ما شغال مظبوط؟ جينا نقول والله عاوزين عمال اعملوا الحاجه الفلانيه يشيلوا لنا مثلا الفصل ده يودوا لي مثلا في القاعده في الجامعه في العزيزيه يشيلوا الفصل ده كله كده فصل ذاته بيه ما ادري نبني واحد كده نشيل ده ذاته كده يشيلوا ودوا العزيزيه هناك. طيب يجي واحد يقول والله يا اخي انا كده
بالعضل؟ لا، نحن نعمل له شنو ها؟ فنتريكولر اسيسمنت. عندنا مقاييس. انت والله هذا يستطيع وهذا ما يستطيع. ما قضية بتاع العضل مش كده؟ عايزين نعرف الفنجل فنتريكل ماله. انت ما شاء الله الفنتريكل بتاعك هو نايم نوم شديد جدا ما شغال كله ما ينفع يشتغل معنا هذا. بالفنتريكل اسيسمنت بتاعنا. يلا ركز معاي كويس جدا. لو انا قلت لك اندستوليك فوليوم. ناقص انسيستوليك فوليوم. ممتاز. ورحت قاسمه على الاندستوليك فوليوم وجبت النسبة المئوية بتاعته. سيد الرئيس، قد الذات مين بالنسبة لك؟ يعني انت وين الماركر بتاعي؟ يعني انت الان حكاية دي بتعني بالنسبة لك شو؟ جبت الاندستوليك فوليوم ناقص الانسيستوليك فوليوم قسمته على الاندستوليك فوليوم طلعت النسبة المئوية بتاعته. خليك من يعني بتعني بالنسبة لك شنو؟ بتعني بالنسبة لك شنو بالضبط؟ اندستوليك فوليوم ماينس انسيستوليك فوليوم ديفايدد باي اندستوليك فوليوم ملتبلايد باي 100. كلام مفهوم ولا مفهوم؟ متردين عليه ولا فردين عليه؟ جملة كاملة ولا ما جملة كاملة؟ ايش نعمل له؟ ها ايش تعني بالنسبة لك؟ اندستوليك فوليوم ماينس انسيستوليك فوليوم على اندستوليك فوليوم تعني بالنسبة لك شنو؟ انت تفطر بكم؟ تاكل تفطر ولا بتفطر؟ لا ما قاعد تفطر. طيب بتتغدى ولا بتتغدى؟ بتتغدى. بتتغدى بكم؟ ب 20. ب 20 ريال. ونقول انت عندك 50 ريال. جبت انا ال 20 ريال اللي انت 20 ريال تتغدى بها؟ يا 20 ريال تاكل شنو نص؟ ها؟ اكل جاوي جاوي. جاوي مطعم جاوي. جاوي اكل جاوي. 20 ريال؟ 20 ريال. ما ظاهر انه فيها شيء. طيب انت عندك الان اكلت بال 20 ريال بتاعتك. ده ما في زول ده الاكل بتاعك هذا فرقته واوت في زول. 20 ريال قاعد تاكل بيها. 50 ريال اللي عندك اصلا افترضناه فرضا ضربناه في 100 ايش تعني بالنسبة لك؟ نسبة الفلوس اللي صرفتها من 50. نسبة الفلوس اللي انت صرفتها من 50. انت بالاكل بتفهم كويس جدا يا العالم ها؟ طيب لا لا شد لك دي هنا كده خلصت. ايش تعني بالنسبة لك دي؟ صح نسبة الستروك فوليوم بالنسبة للإنتا ممتاز. نسبة الدم الطلع بالنسبة للدم اللي أصلا هنا شنو ها؟ يكشف الفانكشن ولا ما يكشفها؟ يكشفها جدا. مرة يكشفها. مستحيل. ها؟ مستحيل يجي 100%. ممتاز. نورمالي أكثر من 55%. نورمال الشخص الطبيعي النسبه دي لو عادي جبتها هنا انت عارف اللي عندها هيستوريك فوليوم مثلا ده هنا 120 وبعدين ده عباره عن 50 وده عباره عن 70 تطلع معك في الحدود دي. نورمالي اكثر من 55% قول نقول 60% وتحت هنا 120. نعم يعني 120 هنا ودينا غادي شنوها ده عباره عن 120 نورمال 60%. That is the ejection fraction. دي ما في طريقة طبعا دي رسالة ما أدري.
لانه هو نفس الشخص اللي كان بيتكلم معي حساه، فقام قال لي هتعمل شيء لازم ترد علي يعني. طيب ذات از ايجكشن فراكشن، ده اسمه في المستشفى عندنا في 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 الفيزيولوجي اسمه ها ايجكشن فراكشن. In patients with heart failure قد يصلون 20%، مرة قليل، مرة هنا شنو ها؟ مرة قليل. In severe heart failure قد يصل ل 20%. هذه واحدة. الحاجة الثانية المنطقية اللي ممكن أكشف بها الventricular function cardiac output، ممتاز دم نقول cardiac output ممتاز، لكن لو قلت لك ما صح انت ما حصل فاتس ما شفتك انا جاي حصل فاتس ما جيت انت كويس، انت بتجيني حصه وتغيب حصه وما شاء الله لو جيت كل يوم ما اعرف حيحصل عليك شنو. ها الكارديك اوت بوت حيكشف الغالب لانه حيكون عنده ضعف، لكن رايت المنطق بيقتضي انه الكارديك اوت بوت يكشف، لكن لو قلت لك ما بيكشف كيف ما بكشف له على كلام ما مقبول في الظاهر مشكلة؟ ممتاز، هذا اعتراض مقبول جدا جدا، اعتراض فيزيولوجي نحترمه جدا، هذا الاعتراضات الشوارع ما لكن اعتراض نحترمه جدا جدا. ايوه نعم المفروض كان يكون صح مشكلة، لكن ما صح. كيف ما صح؟ ما الموضوع بتاعنا حسين اخوك اللي بياكل في مطعم الجاوي ده بيتغدى ب 20 ريال وكم الحاجة الباردة؟ لا كم؟ موية بس. موية بكم؟ بريال 21 ريال. نقول هو شايل في جيبه 20 ريال. شايل في جيبه 20 ريال. أنا سوداني ده في جيبي في 10 ريال. وبمشي بتغدى ب 5 ريال. وبشرب مويه بريال 5 ريال، بشتري رز وبعمل فينا ايدام وما باكله 6 ريال. انا عندي 10 ريال وهو عنده 20 ريال، مين فينا عنده قروش اكثر انا ولا هو؟ مين اللي عنده مشكله انا ولا هو؟ انا ما عندي مشكله، انا مالكم ايش تبغى بالفلوس انت؟ ايش تبغى بالفلوس؟ بشتريت لي بشتري ب 5 ريال وفاضل بعدك عندي هنا شنو ها؟ 4 ريال 5 وما في مويه بس بريال ب 6 ريال، حساب برضه بتاعي ب 6 ريال. هو سيادته بيتغدى ب 20 ريال عنده مشكله، عنده مشكله، ولكن هو شنو ها؟ أكثر. لا قروش ما لا لكن عنده شنو ها؟ يبقى الكثره بتاعت القروش ما دلاله على هنا شنو ها؟ على عدم الاشكال، يبقى الكاردياك اوت بوت ممكن يكون نورمال الاشكال موجود ولا ما موجود؟ بس هذا هو. انا كارديك اوتبوت بتاعي اكثر منه هو، لانه المساحه بتاعت السطح بتاعتي انا مالها اعلى، لانه الدم ده اصلا ماشي عشان يلبي الحاجات بتاعت التشوز زاكم ماجر يا زول، الدم ده اصلا ماشي عشان هنا شنو ها؟ عشان يلبي الحاجات بتاعت التشوز، الحاجه بتاعت التشوز يلبيها. واضح ولا ما واضح؟ فهو عنده قروش اكثر لكنها ما بتكفي هنا شنو ها؟ للحاجه بتاعته. انا عندي قروش اقل لكنها ما لا؟ يبقى البيشنت ممكن جدا جدا يكون الكاردياك اوت بوت بتاعه اعلى من النورمال، لكن الحوجه بتاعت البطن للاكسجين هو ما قادر يلبيها. عشان كده في المستشفى في حاجه اسمها هاي كاردياك اوت بوت هارت فيلير. في الكوزيس بتاعتكم موجود ولا ما موجود؟ شفتها في الكتاب ولا ما شفتها؟ ما تتكلم ساي شفتها ولا ما شفتها؟ مكتوب شنو؟ الهاي هاي اوت بوت فيلير. الكارديو اوت بوت ماله؟ مرتفع لكنه برضه عنده شنو ها؟ انه ما يقدر يوصل اكسجين او انه الاكسجين لا الكارديو اوت بوت عالي لكن حوجة الجسم للاكسجين ماله؟ اعلى. عنده فيلير ولا ما عنده فيلير؟ عنده فيلير. فالكارديو اوت بوت لحاله لا مقارنة بشنو شنو ها؟ بالحوجة. القروش اللي عنده لو جابها المطعم بتاعي ما في مشكلة، والقروش اللي عندي أنا لو مشيت لها المطعم بتاعه ده حيكون في مشكلة كبيرة جداً.
فلا يكون في تناسب ما بين القروش وما بين المكان اللي انت بتاكل فيه. يعني ما ممكن من 10 يمشي الهيلتون مثلا، ما ممكن مشكلة؟ ها؟ ما ممكن مشكلة؟ عشان كده ما بقول الكارديك اوت، بقول حاجة اسمها هنا شنوها؟ كاردييك اندكس. كاردييك اندكس يعني شنو؟ يعني كاردييك اوت بوت ان ريليشن تو ذا بودي سيرفيس اريا. ده في الاسسمنت ماله؟ في الاسسمنت ده ماله؟ تغير. هو اللي مظبوط، ها؟ الكاردييك اندكس. كاردييك اندكس. مش الكارديك اوتبوت، خلي بالك من الكلمه دي كويس جدا، اللي هو نورمالي هيكون بالمليليتر اور ذا ليتر عفوا بير مينيت، لكنه بير سكوير روت اوف سيرفيس اريا. نورمالي بيساوي 2.6 ل 4.2، 2.6 ل 4.2 لتر بير مليم. ها؟ هو الاندكس هو الاوتبوت. الكارديك اندكس هو الاوتبوت ان ريليشن تو سيرفيس اريا. ده الكارديك اوتبوت اهو ده لتر بير مليم. لكن لتر بير مليم بير متر سكوير ذات از ان ريليشن تو سيرفيس اريا. يعني لما كارديك في الهارت فيلر الكارديك اوتبوت يكون قليل؟ لازم. لازم عشان إيه؟ نعم طبعا احتباس. فيلير معناته شنو؟ معناته فشل العضله بتاعت القلب انها تطلع الدم الكافي للحوجه بتاعت الجسم. لذلك ممكن يكون الهارت فيلير الهارت الكارديك اوتبوت عالي لكنه ما مكفي الحاجه بتاعت هنا شنو ها؟ عشان كده في حاجه اسمها هنا شنو ها؟ هاي هاي اوتبوت فيلير. في الكيس بتاعك انت هو اصلا ناقص، ما هاي اوتبوت فيلير. كيف سوى سوى الحاجات دي كلها عشان ما في ما 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 في دم كفايه ماشي للتشيس. يس ناو ذيس از ذا كويستشن اوف ذا كارديك اوتبوت. خلاص اوكي بس عشان ازول اتصل بيه ده ماشي احصله معلش. ها This is the question of cardiac output.